اخواتي اخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نحييكم تحيه الاسلام، حياكم الله اينما كنتم. نتواجد الان بالمنطقه التي ستقام فيها الخيام. هنا غادي يقيموا يديروا الخيام، غادي يديروا قياطن، باش غادي يديروا هنايا واحد المظاهره، وغادي يديروا بحال نقولوا احتجاج على الاوراق، على الناس اللي مساكن بدون شغل، بدون حقوق، بدون لا شيء، يعني لا حياة لمن تنادي. الله يكون في عونهم. هنا دابا كنتواجدوا في هذه المنطقة، هذه الناس هنا واقفين باش غادي يدقوا قياطن، ضروري غادي يدقوا قياطن باش الناس هنايا غادي يديروا احتجاج. هنا غادي يديروا احتجاج وغادي يديروا واحد ضروري غادي يكون واحد وقفة احتجاجية، خرجوهم من السكن ديالهم الدراري كانوا ساكنين فيه. دابا غادي يدقوا قياطن هنايا ان شاء الله، هنايا غادي يجيبوا القياطن كما كتشوفوا. الطوموبيله راها فين هي، غادي يجيبوا القياطن الناس، غادي يدقوا القياطن. هنا غادي يدقوا القياطن، هنا غيسكنوا الناس. هاد الجرده هادي غادي تشوفوا الناس ساكنين في هاد العواشر هادي في رمضان. هاد العواشر غادي يسكنوا هنا الناس، غيفطروا هنايا، غادي يدوزوا معاهم واحد الجو ديال المظاهرات. سالو بون كوراج. ها الناس كيشوفوها، شوف مساكن، ها بون كوراج، شوف 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 البلاجكا، وغاردي لي سوتيان، شوف لي سوتيان مساكن واقفين معانا. وقفة خير، مظاهرة ديال الأوراق، ديال الناس اللي ما عندهمش أوراق، اللي كيديروا هاد المظاهرة احتجاجية. ومع كانوا ساكنين في واحد المنطقة، دابا خرجوهم منها وغادي يوقفوا قياطن هنايا إن شاء الله. إلا عندك شي مثلا دعم من عند الطرف ديالكم من هنا، دعموهم، دعموهم بالأكل، دعموهم بالغطاء، دعموهم فهمت أخويا. تحياتي ليك. هنا كتشوفوا لي سوتيان والناس كلهم كيتعاونوا باش يجبدوا هذا الماتيريال اللي غادي يديروه هنايا القياطن، وغادي يديروه هنايا منطقه